ايه مرحبا فيكي يا فاطمة، كيفك؟ إيه يا بابا، جبت لك هذا التليفون إلك هدية، لأنك أنت بتساعدي الماما، ولأنك أنت بتحافظي على صلاتك، ولأنك أنت بتهتمي بالبيت، بتحافظي على صلاتك، بتديري بالك على دراستك، حبيت أكرمك أنا بهيدا التليفون يا فاطمة. وهيدا التليفون مش لوحده، هيدا التليفون معه أغراض. مين ورجيكي هلا الأغراض اللي مع التليفون؟ نبدأ من الصغير للكبير أو عادي؟ من الصغير للكبير. في عندك سماعات فيك تستعمليهم مع التليفون. هيدا يعني عاملينه عرض بس كتير حلو، جبت لك اياهم مع العرض. وهيدي بتستعمليها للسماعة اللي هي هيدي الكبيرة، شفتيها هيدي السماعة الكبيرة؟ بس بتحبي انت تسمعي على سماعة كبيرة يا فاطمة؟ تسمع على هيدي السماعة اللي هي كبيرة، شفتي؟ حلوة؟ هي ماما هيدي سهلة، فيك تفتحيها من هون، من هون تفتحيها، من هون تفتحيها، من هون لهيدي السماعة، تفتحيها من هون يا فاطمة وبتحطيها. اوكي مباشرة بتحطيها هون إذا بدك بالتليفون. اوكي في كمان عندك ضمن الأشياء هيدي، عندك التليفون محمود، قرب الأغراض هون عشان يشوفوهم. وعندك هيدي السيلفي بإمكانك تشتغلي عليها. أربعة سيلفي، افتحها أشوف. أوكي هي أنت هي هاي المسكة. فاطمة قربي شوي. واو كيف تم استخدام هاي؟ فيل العصاي، قربها شوي. في مع عصايتها ومع اغراضها. تفضلي فاطمة. وفي عندك هول تستعمليهم للتليفون من ورا، حطيهم كمنظر، استعمليهم. هيدي عليها وردي وهيدي عليها بنوتي. تفضلي يا فاطمة، ألف مبارك لك يا فاطمة، وأهلا وسهلا فيكي. وبدي إياك يا فاطمة دايما تحافظي على صلاتك، دايما تحافظي على مساعدة الماما بالبيت، تحافظي على دراستك، انتبهي لحالك، ما تقضي لي كل أوقاتك على التليفون، هذا الشيء غلط. ما تقضي كل أوقاتك على التليفون، هيدا الشيء غلط. وما بنحضر شو ما كان على التليفون، نحضر اشياء مفيده، نحضر اشياء فيها نفع، اشياء فيها خير وفيها اشياء منيحه. ما بنحضر على التليفون اشياء منا منيحه واشياء سيئه، حتى ما نتعلم السوء، ما نتعلم انه نكون سيئين، نتعلم كيف نكون بارين بباما وببابا، نتعلم الاشياء الحسنه، الاشياء اللي بتفيد بدراستنا، بتفيد ببيتنا، بتفيد مع اهلنا، بتفيد. هالاشياء اللي مطلوب نتعلمها. اوكي يا فاطمه؟ اوكي اتفقنا عليك يا فاطمه. اوكي باي. فرجتنا التليفون، خلينا تفرجينا التليفون منيح. اطفي الفيديو. باي. اطفي الفيديو ماما.